احييكم وتكنيك جديد للعزف على الجيتار. تكنيك اليوم اسمه بالم ميوتينج، اي كتم صوت الجيتار بواسطه الكف. نضع الكف على الاوتار ونعزف الوتر، نحصل على الصوت المكتوب. نتابع العمليه. نثبت هذا الجزء من الكف على الاوتار والبلاكترون على الوتر المي، وراح نعزف مكتوب الصوت. هذا هو تكنيك البالم ميوتينج. راح ناخذ تمرينين ثلاثه نعزفها سوا، فالتمرين رائع بصراحه. يجوز تلاقون بها صعوبه لكن تمرين بديع، حاولوا تتمرنون عليها. نشاهد هذا التاب موجود هنا مكتوب فوق الخطوط الستة PM. PM يعني Palm Muting. Palm الكف، Muting سكات أو كتم، كتم الكف. هذا تشوف النقاط المنقطة يعني البار الأول والبار الثاني، نعزفه بصوت مكتوب. البار الثالث والبار الرابع نعزفه بالصوت الطبيعي. وموجودة النقطتين نرجع نكررها مرة أخرى بصوت مكتوم، البار الأول والبار الثاني، والبار الثالث والرابع نعزفها بالصوت الطبيعي. بعدين نعزف وتر المي، الوتر السادس بصوت الطبيعي. هذا التمرين الآخر أيضا بي ام بالم ميوت. احنا عندنا اصبعين، نخلي شوف الفريت الثالث والخامس. التمرين الثالث بالم ميوت، بالم ميوت نشوف ايضا بالم ميوت صفر صفر. هنا ثلاث اوتار نضغط سوا، كورت هذا صار تحول الى كورت. شوف نعزف مي مي كورت، مي 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 كورت. راح نعزف هذه التمارين الثلاثه اللي شاهدناها، وتحاول تعزفه ويانا. الذين لم يشتركوا لحد الآن بقناتنا ندعوهم مرة أخرى للاشتراك بقناة عازف الجيتار ومتابعتنا على الفيسبوك من خلال جروبنا جروب عازف الجيتار، وطلب انضمام للجروب وسوف نوافق على طلب صداقتكم. ولدينا صفحة أخرى باسم دروس تعليم الجيتار للمبتدئين، نرجو أن تضغطوا لايك لأن على هذه الصفحة دائما ننشر دروسنا اللي ننشرها على اليوتيوب، بالإضافة إلى ذلك ننشر كل التابات اللي نعزفها. نلتقيكم في درس آخر، إلى اللقاء.